انا ما نزلتش عشان تفضل ساكت، من فضلك ما تخلينيش اندم اني نزلت. هو انت هتفضل ساكت كده كتير؟ عشان اول ما ركبنا العربيه قلت لك مش هتكلم غير لما نوصل. نوصل فين؟ ايه المكان ده اصلا؟ ما تخافيش مش هخطفك. بص انا كدبت على بنتي عشان انزل ولازم اروح دلوقتي. احنا وصلنا. فين؟ انا جبت المكان ده عشان يبقى مكان مناسب جدا لنا ان احنا نتكلم براحتنا من غير ما حد يسمعنا ولا حد يبقى قريب مننا. وعلى فكره زي انت ما كدبت على بنتك علشان تنزلي، انا كمان كدبت على ابني عشان يحجز لي الملعب ده بحجه ان انا هلعب، وكدبت على ابني التاني عشان اخد موبايله واكلمك لانك بترديش عليا. كل ده عشان اسالك سؤال واحد بس. يا حسن من فضلك انت ليه عاوز تصعب الموضوع على نفسك؟ قلت لك خرج اليوم ده من حياتك خالص، خلينا نتعامل عادي. انا بالنسبه لي انا كسبت صديق، انت كمان. انت عملتيها ازاي؟ عملتيها ازاي؟ ده انا حياتي اتلخبطت، بقيت عصبي جدا مع الولاد ومش طايق نفسي وحشاني على طول وبفكر فيك وعينيك بتفرقنيش ابدا. نادي انا بقيت عامل زي المراهقين، كل ما اسمع غنوه يتهيألي انا اللي بقولها لك. انا عمري ما حبيت ابان ضعيف قدام حد، بس معاكي حبيت ضعف لانه قدامك. اتعامل مع الموضوع عادي كانها حاجه حلوه حصلت وعدت خلاص. ما مش كل احساس حلو احنا بنمشي وراه يا حسن، ما ينفعش. هقول لك يا سيدي انا غلطت. انا غلطت لما افتكرت ان احنا لما نرجع المكتب ان انت هتعرف تعدي الموضوع. ايه رايك تاخد اجازه اسبوعين؟ تبعد، وهو البعد بيقوي في الاخر. انا اسفه على اليوم ده، انا بجد اسفه على اليوم ده. اجازه ايه وبعد ايه اللي بيقوي؟ نادي انت بتحسيش خالص؟ لا انا معرفش يعني ايه حب. وانا زيك بس عرفته معاك. لا انت مش زيي، انت مش فاهم حاجه خالص. وانت بقى اللي فاهمه كل حاجه. ما تغلطش فيا. انا ما غلطتش فيك، انا بوصف اللي انت بتقوليه ده. انت حتى مش عايزه تبصي لي من الصبح. يا اخي ارحمني بقى. ارحمينا انت. عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ عاوزني اقول لك ان انت كمان وحشني وان انا بفكر فيك طول الوقت وان انا عندي نفس الاحساس اللي انت حاسه وان انا مش قادره ابص لك في عينيك علشان ما اقولكش كل الكلام ده؟ نزلها فجأة كده. معرفش، انا كلمتها قفلت عليا وبعدين بعتت لي واتساب قالت لي انا كويسه وهطلع من المحل واكلمك. محل ايه يا ارو؟ محل ايه يا حبيبتي؟ العربيه تحت يا ارو. ايوه صح، ايوه صح، كلمها تاني. ايه يا هند؟ ايه ماما، انت فين؟ 10 دقايق وراجعه. ايوه يعني فين يعني؟ بشتري حاجه. ايوه ايه بقى الحاجه اللي بتشتريها دي؟ هو تحقيق؟ قلت لك 10 دقايق وراجع. يلا اقفلي. باي باي. باي. في حاجة؟ والله في حاجة، والله في حاجة. أنا أول مرة هند تسألني حاجة زي كده مبقاش عارفة أرد عليها. بقيت أنا اللي بعمل الغلط مش هي؟ حسن احنا حياتنا صعبة وانت صعبتها علينا اكتر. احنا ولا المراهقين يا اخي. انا طول عمري عايش حياتي في النور، ما بعملش اي حاجة بخجل منها. انا هتجوزك، هطلبك من رمز تردلي المقلب اللي عملته فيك في الشركة. بردلك حياتك
وحياتي اللي احنا اتحرمنا منها. انت مفيش حاجه عني ما تعرفهاش، وانت كمان بالنسبه لي بقيت كتاب مفتوح، قريته وحبيت كل كلمه فيه وعايز اعيشها معاك في الواقع. حسن ما تحاولش تفتح باب مقفول بقاله سنين. انا ما انكرش ان انا مشاعري اتحركت، وعلى فكره ده شيء غيظني جدا من نفسي. انا طول عمري بتحكم في نفسي وفي مشاعري وفي حياتي كلها. ارجوك ساعدني، خلينا نرجع صحاب تاني، رجع لي حياتي الطبيعيه. انا عاوزه اعيش كأم لبناتها. بس الحياه الطبيعيه ان احنا نفتح كل الابواب ونخش على الدنيا بصدرنا. الحياة الطبيعية ان انا وانت نبقى مع بعض في بيت واحد، زوج وزوج. انا تعبت، تعبت وانا لوحدي، وانت اكيد تعبت، واللي جاي صعب. ليه ما نشيلش مع بعض ونسند بعض على الاقل، عشان لما ربنا يكرمهم وكل واحد يروح لحياته ما نبقاش ماسكين الهوا انا وانت. اللي جاي مش قد اللي راح يا نادي. كلامك حلو وقلبي مصدقه، بس قولي كلام عقلي هو اللي يصدقه. مهما كان اقناع بناتك او ولادي صعب، في الاخر هيلاقوا نفسهم في بيت واحد مع اب وام بيحبوهم وبيحلوا مشاكلهم سوا وبرعوهم سوا. اب وام، اب لبناتك وام لولادي، نربيهم سوا ونخاف عليهم سوا. وانا مش بقدم لنفسي على فكره، انا بقول لك اللي هيحصل ربنا هيعوضنا، وصالحنا على ايامنا في بيت واحد. وانا مش هسيب الفرصه دي.